طالبت منظمة العفو الدولية العالم بسرعة التحرك لحماية المدنيين العالقين وسط أعمال العنف المتصاعدة في مدينة الفاشر السودانية عاصمة شمال دارفور. وناشد المدير الإقليمي للمنظمة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لاتخاذ إجراء ومنع الجرائم الجماعية وحماية المدنيين في الفاشر والقرى المحيطة بها. وتجددت مساء أمس الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة في المحور الشرقي لولاية شمال دارفور، ما أدى لوقوع قتلى وجرحى في الأحياء الجنوبية والغربية للفاشر. نرحب بمراسلة المشهد سالي بابكر من ولاية نهر النيل. أهلا بك سالي. إذن لنقف معك على أبرز التطورات الميدانية في مدينة الفاشر في ظل الحديث عن تجدد الاشتباكات بين طرفي الصراع هناك. نعم مالك، يعني مدينة الفاشر في شمال دارفور غرب السودان، هذه المدينة التي يعني اشتدمت فيها المعارك منذ قرابة الشهر تقريبا ولم تهدأ فيها وتيرة الاشتباكات. اليوم كان هنالك يعني قصف بالطيران الحربي أو الطيران الحربي التابع للجيش السوداني، كان غارات جوية يعني خلال اليوم على عدة مناطق لتمركزات الدعم السريع منها أحياء الوحدة والكهرباء والوفاق في المناطق الشرقية الواقعة في شرق المدينة، وكذلك ايضا في عده مناطق ايضا شماليه. برغم ان كان صباح اليوم بعد انهدمت المعارك في اليومين الماضيين وكان هنالك يعني اشتباكات وسقوط وظائف بشكل عشوائي على منازل المدنيين ادى الى سقوط 30 قتيلا و50 جريحا منهم حالات حرجه، تم اسعافهم الى المستشفى الجنوبي الوحيد الذي يعمل وسط معاناه كبيره مع نقص المعينات الطبيه وهو مهدد بالاغلاق الان بحسب المتابعات. شهدت صباح اليوم هدوء حذر في عدة أجزاء واسعة من المدينة، ولكن تحليق الطيران كان خلال الساعات القليلة الماضية دون يعني رصد أي خسائر سواء كانت في الأرواح وفي الممتلكات. كذلك أيضا في اليومين الماضيين تعرض معسكر أبو شوك للنازحين الواقع في شمال مدينة الفاشر الواقع شمال دارفور أيضا لهجوم من قبل قوات الدعم السريع، مما أدى أيضا إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى وخسائر في هذه المنطقة. وكان هنالك حاولت الحركات المسلحة المتواجدة حول محيط هذا المعسكر التصدي لهجوم قوات الدعم السريع. إذا الأحياء الشرقية الشمالية ومعسكر أبو شوك أيضا في شمال دارفور في شمال مدينة الفاشر وعدة مناطق أخرى في شمال الفاشر هي الآن أصبحت هي مستهدفة بالقصف، وهنالك رد مضادات الطيران لقوات الدعم السريع لهذا القصف بالسلاح الجو، وكذلك أيضا الاشتباكات تنحصر في هذه المناطق التي تتمركز فيها قوات الدعم السريع. ماذا سالي عن المناطق الجنوبية؟ هي تشهد هدوء نسبة لعدم وجود القوى العسكرية فيها. نعم، ماذا عن الأوضاع الإنسانية هناك؟ يعني كيف تبدو هذه الأوضاع هناك في ظل الحديث أنها منهارة؟ يعني نعم، الأوضاع الإنسانية مالك هي بكل تأكيد هي أوضاع صعبة جدا وتزداد تعقيدا يوم عن الآخر بسبب صعوبة الوضع الأمني في مدينة الفاشر بالتحديد التي في وقت سابق شهدت هدوء كبير جدا وبدأت الحياة فيها تعود إلى طبيعتها، وبدأت بعض من المنظمات إيصال المساعدات الإنسانية والحركة التجارية فيها بدأت تنشط إلى حد ما، ولكن عودة الاشتباكات والمعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع فيها من جديد يعني أدت إلى منع وصول أو إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدينة، فبالتالي يعني هنالك أزمات متلاحقة بالنسبة للمدنيين، وكذلك الوضع الصحي كارثي نسبة لعدم توفر الدواء وعدم توفر المياه الصالحة أيضا للشرب، هنالك حالات يعني من الإسهال ومن الأمراض القشر والأوبئة بسبب سوء التغذية، وكذلك أيضا بسبب يعني أن مياه الشرب حتى التي تتوفر بعد صعوبة بالنسبة للمواطنين تتوفر هي غير صالحة للشرب. الوضع الإنساني والصحي ما يمكن أن نصفه بأنه كارثي في إقليم دارفور وخاصة في مدينة الفاشر، هذه المدينة التي تشهد اشتباكات مستمرة يعني قرابة الشهر تقريبا. شكرا لك مراسلة المشهد سالي ببكر من ولاية نهر النيل.